يقول الصحفي الفذ ياسر أبو هلال إن غسان عبود افتعل كل هذا التصعيد في قضية اعتقال صحفيي أورينت من أجل أن يزهو أمام الناس وأن يبيع المواقف وأن يظهر بمظهر الشهيد. والحقيقة أننا نحن السوريين ومنذ 15 عاماً في حيرة من أمرنا حيال غسان عبود، حتى من الله علينا وجاءنا النبأ العظيم ممن كان مديراً لأهم قناة عربية. طبعاً هنا يطغى القانون الثابت في أن شر البلية ما يضحك، لأن فظاعة السخرية تطغى على كل شيء، والإنسان أعطي الفكرة لكي يفكر أولاً وإلا يصبح حاله كالبهاء. على كل حال فليقل أبو هلال ما يقوله، فالسوريون ردوا عليه بما يليق به، ولكننا نحن لدينا أيضاً ما نقول. لدينا أرقامنا وحقائقنا وتاريخنا، ولسنا بحاجة لأن نخترع لأنفسنا بصارة كثيفة في بلغاريا، أو راهبا إغريقيا في أحد أديرة اليونان، أو مسؤولا في قناة الجزيرة إلا عندما نريد أن نتسلى. لدينا حقائق ووقائع، وأهمية الحقائق أنها الضوء الذي يبنى عليه، لا تراشق واتهامات وردح شرفات وبلاكين. لدينا إنجازاتنا التي سنقدمها لكم، لأن من قلدوا أنفسهم المسؤولية يقدمون للناس ما أنجزوه لا ما فعلته خيالاتهم. فغسان عبود ومنذ مطلع 2007 أسس إعلاماً يتحدى إعلام كبرى الدول، والأرقام تشهد، وهو من وقتها في صراع مع أحقر الأنظمة والأحزاب والشخصيات والكيانات. كان بإمكانه أن ينضم إلى الركب ويتبع القافلة وربما يتصدرها، ولكنه أصر على الوقوف بوجه من يصعب الوقوف في وجوههم، لأنه رجل يدرك تاريخ أمته ويدرك أن السوريين إما أن يكونوا في بلد سوي ودولة قانون أو لا شيء، وأن الهباء أفضل من القهر. وعلى هذا فليقل أبو هلال وجوقته ما يقولون، وليخترعوا ما يشاءون من أن غسان عبود متحالف مع قوى عالمية، أو متواطئ مع جماعات سياسية، أو عميل لتنظيمات سرية، أو جندته إسرائيل، أو مولته الإمارات، أو دعمته الأرجنتين، أو صعد إلى المريخ، أو هبط على سطح القمر. بإمكانكم أن تقولوا ما تشاءون، ونحن نقول لهم هاتوا أطلعونا، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نحن لدينا حقائقنا التي نبني عليها، لدينا صحف ومجلات عالمية وقنوات ومنصات وبرامج أفردت مساحات وفتحت تغطيات عن أعمال ومؤسسات غسان عبود، مؤسسات بكامل أركانها تقارع كبرى الشركات عالميا وتحقق أعلى النجاحات، من بلجيكا إلى إيطاليا إلى أستراليا فالإمارات وتركيا والشرق الأوسط. لم يأخذ فلسا من أحد، ومن لديه قول آخر فليأت به، وله علينا أن نفرد له كامل منصاتنا. غسان عبود لم يهادن لا يمينا ولا يسارا، لا علمانيا ولا متأسلما، لم يساوم على شيء، وسياسته الحق أولى أن يتبع. فليقل أبو هلال ما يقوله أن غسان عبود يبحث عن بطولة هنا وظهور هناك، أما نحن فلدينا أعمالنا التي تشهد لنا، ولدينا وثائقنا التي توثق وصول العلاج إلى 3 ملايين إنسان باسم أورينت الإنسانية وبشهادة الأمم المتحدة نفسها. 270 نقطة طبية، منظومة إسعاف كاملة، أكثر من 40 غرفة عمليات قدمت 40,000 عملية مجانية بتخدير كامل، و45,000 عملية بنصف تخدير، ولقاحات أطفال ل750,000، وأدوية مخصصة للهجمات الكيماوية. لدينا تحالفات مع مجموعة رجال أعمال عالميين، أدخلنا العام الماضي إلى المناطق المحررة أدوية لعلاج السرطان بنحو 300 مليون دولار، قدمناها لكل المشافي والمراكز الصحية بلا استثناء. نحن في سجلاتنا مدارس خرجت 25,000 طالب. هذه أرقام ووقائع لم نخلقها نحن، نحن لدينا وثائق بالأرقام، أما أنتم فلتخترعوا ما تشاءون في خيالاتكم المريضة، والمشكلة ليست بكم بل بمن يتابعكم. أزمتكم مع غسان عبود هي أزمة الجزيرة والإعلام الذي سيطر على كل الثورات في الوطن العربي إلا في سوريا، لأن أورينت لم تسمح له بالسيطرة على الثورة السورية. الأورينت ولدت ولديها أعداء. أنتم وأبواقكم لا مشكلة لديكم إن أخذتم الناس في داهية كما فعلتم مع كل الشعوب التي مشت وراءكم، فضاعت حقوقها وتحولت ثوراتها إلى صراعات سياسية، إلا الشعب السوري الذي لا زال يدرك أنه شعب صاحب قضية وله حق بالرغم من كل ما جرى له وكل ما جلبتموه عليه. ضيعتم الناس وتريدون اليوم لها الذل والعبودية، وتخلطون لها الأبيض والأسود حتى لم يعد لها قدوة ولا نبرس.
الحقائق وحدها تدوم، وليقل أبو هلال ما يقوله، فمثل غسان عبود لا يحتاج إلى أن يكون شهيداً ليكون بطلاً. يكفيه أنه حمل على كتفه عبء قناة تلفزيونية متفوقة تقارع أشرس الأنظمة والأحزاب على مدى 15 عاماً، ولو ترجل لما لامه أحد، فإن للجسد والقدرة حقاً. ليقل أبو هلال ما يقوله، نحن كل ما نريد أن نقول له: يا غبي، نحن نعرف تفاهتك، ولكننا أخذناك للعبرة لغيرك. الكرامة التي تفتقدها هي أهم ما لدينا، وسنعلمك إياها. فنحن أمينون على كرامة وطننا وشعبنا، والكرامة ليست موسمية كما تظن، لا تباع بالأمس وتشترى غداً.